مريم كما كتعرفوا ان هذه القضيه تبنيناها كاطار وتتبعنا اطوار الجلسات منذ الجلسه الاولى التي كانت عن بعد الى جلسه اليوم التي اجلت في الاسبوع الماضي. من الناحيه الحقوقيه لزاما علينا تتبع هذه الجلسه لما اصبح لهذه القضيه من راي عام وطني ودولي ما عرف بموضوع او قضيه الجنس مقابل النقاط. جلسة اليوم تم استدعاء المصرحين من طرف النيابة العامة، تخلف ثلاثة ولا دليل على توصلهم، حضر الباقي من أصل 15 مصرح. أجلت هذه الجلسة لتنصب أحد المصرحين أو المصرحات كضحية وكطرف مدني في القضية للاطلاع على الملف. هيئة الدفاع طالبت بأجل يمكنها من تجهيز كل الإجراءات المسطرية لهذه القضية. الجلسة أجلت لأسبوعين للثامن والعشرين 28/12/2021. لا زالت أطوار هذه القضية تتطور، نتابعها بكل حيثياتها وبكل جزئياتها. القضية لا زالت أمام العدالة، نطالب من العدالة إنصاف وتطبيق مبدأ العدالة لكل المرتبطين بهذا الملف. عدد الملف هو 2092 على 2021، ونتمنى أن تجرى كل ظروف المحاكمة العادلة داخل هذه المحكمة، ولنا ثقتنا في القضاء، ولازلنا نتتبع هذا الملف، ولازلنا سنكون حاضرين في جميع الجلسات من أجل إفادة الرأي العام المحلي والوطني بكل جزئيات هذه القضية. ونشكر كل إخوة الإعلاميين على تتبعهم لهذه القضية المهمة التي تقيس وفي العمق الجامعة المغربية وخصوصا جامعة سطات ومصداقية شواهدها ودبلوماتها. وتحية للجميع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.